صلي على النبي، وكل اللي له نبي صلي عليه، تفتحكوا عسل باذن الله. صلي على النبي. وادي يا زعتر. صباح الخير يا ام سعيد. صباح النور. اني يا واد وبخرني، احسن بان عليا محسوده والناس عينها عليا قد كده اليومين دول. لا مش هرقيك، انت ما بتدينيش حاجه. يا ولا هديك الله يخرب بيتك، بس رقيني لقوه كده ايه معتبره. ماشي يلا. الاوله بسم الله. والثانيه بسم الله. ايوه. رأيتك من عين اللي يبصوكي ويحسدوكي وما يصلوش على النبي. لما صلي عليك يا نبي. ومن عين طمعانين فيك. ايوه. والثانيه بسم الله اللي يشوفك يجري عليك على طول. امين. والرابعه بسم الله يجي عليكي ما يجيش ليكي، ولا العكس؟ يجي ليكي ما يجيش عليك. خلص ما تزعليش. يلا. والخامسه بسم الله، والسادسه بسم الله من فوقيكي ومن حواليك. ايوه. والسابعه بسم الله. ونختمها بالصلاه على النبي بحبيبي وحبيب حبيبنا كلنا. اللهم صل عليك يا نبي. يلا هات. عايز ايه؟ هاتي بقى الفلوس. طب استنى. جنيه مش عاجبك هاته. عمال انت مصروح وادعي لك في اخر تديني جنيه. طب استنى يا ولا، والنبي مش خساره فيك عشان انت رقيتني على الصبح. خد الحبايتين دول منجه بيهم نفسك. ده ايه دول؟ مسكن يا ولا، يخلوك تمشي كده في الحارة طول النهار زي الرهوان، ما تدراش بالدنيا وبلاويها. ترجم في وقتهم. اجري. يا لهوي. صلي على النبي. يبقى اشرب وراهم كوباية شاي يا ولا عشان تبلبع. سامحني يا رب. صلوا على النبي. صلوا على النبي. يلا عطية. تمام يا حاج. وراضي الرجالة. عناية يا حاج. يلا حبيبي. تعالى. ايوه. ها؟ طمنت على الشغل. تمام يا حاج. ربنا يخليك. شكرا رجالة. قول يا حبيبي. سلامة الله يا اسطى. عارفه ابيض. كله تمام يا حاج. شكرا. اجيب لك الشاي بحليب. ربنا يخليك ليا. صباح الفل. صباح القشطة يا شيش. اهلا منزيل. اقعد. العطية. ايوه يا حاج. عينيا. احنا اتنين شاي بحليب انا والمعلم شيشابي وعلى حسابي. الله 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 الله. ليه الفنجرة كده مش بعادة يا عم؟ بعد اذنك يا معلم. اسمع بقى. ايوه. انت لما جيت الخن وقعدنا اتكلمنا فيه مع بعض، بصراحة كلامك خايش في دماغي قوي. فعلا. احنا الكبار بتوع الشارع والمعلمين الكبار، وعيب قوي في الاخر نقعد ببعض كده ونقل في قيمتنا. الحمد لله انك فهمت ان احنا كبار الشارع وعيب نقل قيمتنا. بالظبط كده. بس عايزك بقى ايه، ما تاخدش الكلام من الاخر، اسمع اللي هقول لك عليه ده. قول يا اخويا. دلوقتي الناس دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها احنا الاثنين دي، الناس دي لازم نستفيد منها. هم بيفيدوا ناس كتير. وممكن يفيدوني ويفيدوا غيري. بدليل اقول لك حاجه، نص البضاعه اللي عند سناء من عندهم. يا دي سناء وام سناء. يا ابني ارحمني. وانا كل ما اقول لك حاجه تقول سناء. انا مش قلت لك الاسم ده ما يجيش على لسانك تاني؟ وكل ما اجيب سيرتها تتعفرت ليه كده؟ اخطط خالص. بلاش البيت واتكلم في اي حاجه عادله. اسمع، انا هلعب معاك من تحت الترابيزه. 1 2 ها؟ زي الخطيب زي مصطفى عبده. طب ليه ما نلعبهاش زمالك؟ حسن شحاته وطه مصر. ايوه بس انا بيني وبينك اخاف، انا ممكن اديك 1 ما ترجعليش التو وطول عمرك ند. شفت بقى؟ ده برضه كلام تقوله؟ ايه في ايه؟ ده برضه كلام تقوله؟ ايه؟ اقعد يالا بهزر معاه. انا هديك بضاعة زي ما بدي بنفس السعر للبلاطي، خلاص؟ والبضاعة انت هتستفيد ايه؟ استنى بس، البضاعة دي كلها تتحط في المخزن عندك. عندنا؟ طب وليه ما تتحطش في المخزن عندك؟ المخزن عندي مشموم والعصافير حواليه كتير، ما ينفعش، انت الناس بتنتظر فيك. طيب التشويق بقى والتخزين. تاني الندالة بترجع لك؟ يا واد بهزر. تشويق ايه؟ يا واد بهزر معاك. هلا ده بجد؟ والله عندي بهزر. يعني هزار؟ تصدق بالله انت عسل. والنبي انت بتصدق. قول لي، هتجيب لنا ام كلثوم تغني ولا لا؟
تاني ماتت. كده حسابنا مظبوط وكله تمام. بس انتوا كده بقيتوا مدينيني يا استاذ زياد. يا راجل مدينينك ايه؟ هي يوم كده يوم عندك ويوم عندي وهي دايره كده. سبحان مغير الاحوال. المعلم عبد العزيز ده معرضه كان مديون لي، يقوم هو اللي يقف جنبي ويساعدني وابقى انا اللي مديون له. ومش كده وبس، المعلم عبد العزيز مدي اوامر انك تسحب على المكشوف وبيع يا عم وسدد، وهنعمل لك سيستم للدفع عشان ما تزنقش نفسك. صحيح، الجدع ده انا ما شفتش حد زيه في الشارع. الرجاله ما تبانش الا في الشدايد. ما انت قدمت السبت برضو يا عم ميخائيل، واللي يقدم السبت لازم يلاقي الحد قدامه، وعبد العزيز ما ينساش اللي يقف في ظهره. ربنا يوسع عليه وعلينا يا سيدي. بس انت كده قلعتني برقع الحل وخليتني اطمع في حتتين بضاعه كمان. خلاص من عيني، بس كده اول ما اوصل المعرض ابعتهم لك، وابقى امضي الواد على وصل الاستلام. طب ما امضي لك على الوصل دلوقتي ونخلص. لا 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 لا، ما اتفقناش على كده، انت مجربنا قبل كده، سلم واستلم. اصلي اصلي. الله يخرب بيت دماغك، والله وحشتني القعده دي يا سناء من زمان. اي خدمه. شكلك كده هتخلينا حن الايام زمان. طب يا اخويا ما تحنش قوي لحسن ترجعنا للمفك والزراديه، وساعتها تبقى مشكله. كانت ايام حلوه لعلمك، الواحد ما كانش شايل لها هم. اي نعم كان رزق يوم بيومه، بس كنت بحط دماغي على المخده انام على طول. ايه جو الوساده الخاليه اللي انت عايش لي في امه ده يا زيزو؟ مالك؟ ايه يا حبيبي؟ ايه اللي منعك انك تحب وتعيش؟ دماغي اتملت فكر وجسمي اتهد من المعافره والقرف. انت اللي عايز تعجز نفسك، ما انا هو قدامك اهو مزنهرك. ما تقلع يا زيزو. اقلع يا بت. يا اخويا النضاره هتقلع ايه في المكان اللي احنا فيه ده غير النضاره؟ النضاره غلطنا، كان المفروض نجيب مايوهات. نقعد نطرطش. ايه؟ مايوهات. ايوه. اسالك سؤال يا سناء. اسال. انت بتحبيني؟ اشمعنى دلوقتي؟ عمرك ما فكرت تسالني سؤال زي ده؟ انت عارفه مشكلتك ايه؟ التهيؤات. يا سلام. انت بتهيألك ان انت بتحبيني، بس انت ما تحبنيش ولا حد. انت قوية يا سناء، عنيدة. أي حاجة تحطيها في دماغك لازم تعمليها، مش قصة زيزو ولا غيره، لا. بدليل إن أنا لما دخلت السجن ما عبرتنيش، نفضتيني وما جيتيش تزورني ولا مرة، عادي يعني. عشان اللعبة اتاخدت منك. ولما خرجت تاني يلا من أول وجديد. مش هقولك إنك أناني وما بتفكرش غير في نفسك. ولا هقول لك اني قلت لك صوابع العشرة شمع واتمنيت لك انك ترضى. انا جيت النهارده علشان العيش والملح، عشان كان في بينا عشرة حلوة. انا مش رومية يا زيزو، انا جاي عشان احذرك. مناخيري شم ريحة مؤامرة بتتعمل ضدك. مين اللي قالك؟ انس. ما هو من يوم ما دخل الشارع وهو عينه مني ولازق لي ويتمنى لي الرضا ارضى. لذلك انت ليه؟ بيفهم، عنده نظر. يعني انت عايزه تفهمين انه قال لك انت انه بيخطط لي؟ ما قالهاش طص قوي كده يا زيزو، ايه غباوه دي؟ العايز اهبل، والراجل لما عينه بتبحلق كده على مره وتشرنق كده يبقى عايز يبين لها انه ذكر ويدمر لها اي حاجه قدامه. جت سيرتك، او بمعنى اصح اتعمد يجيب سيرتك. انت عارف بقى بيغير منك وبيفرق كده كمنه عارف يعني اللي كان بينا. بس انا قلت اسيبه يطمن ويحكي لي. وقال مش بالظبط يعني يا زيزو، لكن اللي قدرت افهمه انهم بيحفروا لك حفره كبيره حاطينك في دماغهم. حاطيني في دماغهم دي عادي مش جديده. انا جيت لك عشان تحط عينك في وسط راسك وخلصت ضميري. وبعدين اما القصه اللي بيني وبينك دي وحكايتي مع الزمان، قصتنا دي مش وقتها، دي بعدين. ولو حابب ادوس على الزرار وانسفها من اساسه اعمل كده في ثانيه. انت عارف سناء قويه ومهدش حيلها غير راجل واحد. طب بس 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 انت جدع يا سناء. اسمعي بقى، انا عايزك ما تقطعيش الخيط. يعني ايه الخيط اللي بينكم؟ ايه الغباء ده؟
ازاي يعني؟ احنا هنلعبها روسي. ازيك يا تامر؟ ازيك؟ انا اسف اني استنيتك تحت البيت، بس كنت عايز اسال عليكي ومعرفتش اطلع. يعني مبقاش ليا صفة. ليه يا تامر بتقول كده؟ البيت بيتك في اي وقت. انا اتكلمت مع الاتش ار وعرفت ان طلب نقلك اتفعل، قلت اجي اتكلم معاكي كلمتين. حنين، ما ينفعش النهاية بينا تبقى كده. وليه سميتها نهاية؟ انت اللي عملت كده مش انا. تامر، احنا ارتباطنا جه بشكل تقليدي جدا، يعني مفيش قصة الحب العنيفة قوي اللي احنا نزعل عليها. انا منكرش ان انت انسان كويس جدا وطيب واي واحدة في الدنيا تتمناك، بس احنا علاقتنا اتبنت على ارتباط اسري اكتر وزمالة في الشغل. تامر، انا في حاجة خبيتها عليك بس انا مش هقدر اخدعك اكتر من كده ولازم اقولها لك. انا ابويا رد سكون. انا كمان كحياه بني ادم وراها حاجات كتير قوي، انا شخصيا اكتشفتها متاخر جدا. انا اسفه طبعا ان انا خبيت عليك كل ده وما قلتلكش من الاول، بس انا عايز اسالك سؤال. ترضى ترتبط بواحده ابوها رد سكون؟ وكمان مفيش ما بينكم قصه حب؟ انا اقول لك انا عايزه ايه. انا عايزه اطلع الموضوع ده تمام، عايزه اعيش الايام الجايه كلها على بابا زي ما هو ضحى بحياته كلها علشان. انا بجد اسفه يا تامر. انا اللي اسف. شكرا تامر، انا ممكن اوصلك اي حته انت عايزها. ما ينفعش، كل واحد فينا بقى ليه طريقه مختلفه. خلي بالك من نفسك. كل التخطيط بيبوظ، كل حاجة بفكر فيها بتتنفذ بغباء. أنا بشغل معايا ناس هواة ما عندهمش إخلاص ولا إحساس بالمسؤولية. يا دكتور أدري هدي نفسك، الحكايه مش مستاهله ده كله. مش مستاهله؟ المشكله معاكو بتتحول لمليون مشكله، بتفضل تكبر 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 لحد ما تبلعنا. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. البلد بقت زي الارض البور اللي ما عادش فيها العنكبوت والبراس والغربال، وكل ما نيجي نطهر نفشل. كل شقه بقى فيه تعبان. أنا خلاص بقيت رفاعي بيطلع كل التعابين دي. أنتوا مش حاسين بحجم المسؤولية، خلاص بقيتوا زي الجهلة اللي لازم نحننهم بلقمة. ما أنتوش فاهمين إحنا بنعمل إيه. اسمع يا أنس، اللي عايز يشتغل معانا بقوانيننا أهلا وسهلا، اللي مش عايز يشتغل معانا بقوانيننا يبقى يمشي، يبقى ملوش وجود. التطهير التطهير يا أنس، ان شاء الله نحرق الزباله كلها بجاز وسخ. يا فندم ما سعادتك اللي رهين ترى انه يجي وما جاش. عشان انت طري ما عرفتش تقنعه، عشان انت بتجري ورا نزواتك، مش عارف تسمو فوق نفسك وتقدر المصلحه العامه. ما دام قلت يجي يبقى هيجي. المفروض جاي ملك الشاي. الليمون، عنب. ده كل ده لمين؟ شاي بلبن.
ميه بسكر. هو انا تفس قوي كده؟ صباح مقطط من غير نونوة ست الكل. شكرا يا حبيبي قلبي. شكرا ان شاء الله يكرمك يا حبيبي. على السلامه. انت هتقعد تعاكس. ايه يا عم اياد كل الحاجات دي؟ والله يا عم زكريا حكى لنا بصراحه ان بتموتي في الكاكاو وبتحبيه جدا من صغرك، فقلنا بقى ايه نعمل لك تنويعه كده لطيفه. بس اقول لك على حاجه ثانيه. من ساعه ما رجعتي وحسيت ان عم زكريا رجع 20 سنه ورا. طب هو فين بابا؟ انا وحشني عايز اشوفه. بس لازم البنات ده احلى البنات بيدخل الكليات. طب انا مش هاخد كل ده، انا هاخد واحده بس منك عشان خاطر بس نك. ده هي الواحده اطبع يعني. بص انت تستحيها كده هتاخد دي على بوق واحد. يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني مش كده. واحده بس عشان خاطر بس خلاص. ايه يا ابني ايه يا ابني ايه يا ابني هتطلع السلامه يا عم زيزو. اللهم صل على النبي. وانا اقول المحل منور ليه؟ تاريكي هنا. ودي مين بقى النانوسه اللي مخليها في الشتكو عايمه قوي كده؟ انت ما عرفتيش؟ دي حديد ده بتاع ابو زكريا. يا ولد خسرت. هو انا كنت سالتك؟ امال انت بتوجه السؤال لمين؟ مالكش دعوه. انت مين يا حلوه؟ حنين بنت عم زكريا. بنت عم زكريا. عم زكريا. طب مش تعرفها بيا؟ وايه سناء؟ سناء بقى يعني هي معلمة هنا في السوق. واخد بالك وجارتنا. بس ايه؟ بس التاجرة وجارتنا في قلب الشارع. خدت بالي. ايوه وبعدين؟ وطلقتنا. ايه اللي طلقتنا؟ وطلقت يعني. ها؟ طلقت انا. بس احنا دلوقتي اخوات. اخوات في الرضاعة. وانت بتعملي ايه بقى يا حلوة؟ بتشتغلي فين؟ هي بتشتغل في مجال الاتصالات. قاعده في سنترال يعني. انت خريجه معهد اتصالات؟ لا انا خريجه اكاديميه بحريه. انت بقى بتبيعي ايه هنا؟ احنا كلنا هنا بالصلاه على النبي بنبيع الهوا. تيجي تبيعي معانا؟ ابيع ومال. انا شايفه ان انا اقوم امشي. لا 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 سناء. نعم. يلا بينا. ايه ابوكي يا جماعه ثانيه يعني احس انك انت اتاخرتي قوي. لا ابويا لسه ما رجعش. هيستعوقك. لا ابويا لسه ما روحش. طب تعالي بس عايزك فضل. هاي يا عبد العزيز. الله الحمد لله. ثلاثة. اصل هم ايه شعب كريم. فاهمة بقى. انا ربنا يخليك. انا شايف ان انا لازم امشي يا عبد العزيز. ليه؟ ايه ايه تمشي ليه دلوقتي؟ عندك زحمة وناس كتير والزباين بتكتر. طيب عن اذنكم يا جماعة. طب ما تستني شوية. لا حاضر. لا مفيش. يعني خير خير خير. سناء يلا سناء عايزك بس في موضوع كلمه. بس ما تتاخر دقيقه. تعالي سناء تعالي بس يا سناء. لكش معدوم. وانتوا عندكم كاب؟ كام شو؟ لا يا عدتوا لما بتدوا كاب؟ عن جد كتير معدوم. اما كوان الله يرحمها في مدفن السيده زينب. انت عارفه احنا عدينا كام؟ كام؟ عدينا 12. 6 في 6. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ والله ما عملت. بتعمل ايه؟ بعبث انا بسالها عندكم كام؟ قالت لي هديك 3 في 3. ايه؟ هي قالت لي هديك 3 في 3. اطلع بره. تعمل هنا كده بره. طب اخد ده غزل. لا 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 طب اديها تحيه قبل ما اطلع. ما تاخدش حاجه. والدمع بيزيد. يلا يلا. خليك هنا. ايه صورة الحريم اللي ضربت فجأة دي؟ عامل ايه؟ كيف الشغل يا عبد العزيز؟ تمام الحمد لله زي الفل. انت منورة المعرض والله. ميرسي. عن جد اشتقت لك كتير. طيب ربنا يخليك. طب خليني اشوفك. اوكي. لا طب انت لسه قعدتي؟ تعالي بس. انا عندي شغل بس لانه كنت قريبة قلت بجي بشوفك. انا اشتقت لك كتير كمان بس هيدي مش محسوبة للزيارة. اوكي والله عيب عيب. ما مشوا بقى. تعالي استريح اشربي حاجة. والنبي والنبي مرة تانية. باي. الا الا ايه ده؟ الواد ده ماله؟ على طول كده. انت مالك يا وشك عامل كده ليه؟ هو انت بتعمل ايه عندي في البيت هنا؟
يا نهار اسود ومنيل. وانا بكره يا عصا خد يا انت كمان معاك ناس يا عبد زيدو اكشف لي على الواد ده عشان شاكك في حاجه من الجزمه. طب بدأ اشوفه الاول بيسمع ولا ما بيسمعش؟ الواد شكله واخد حاجه. الواد ده شكله واخد حاجه. واخد يا ام سعيد. ام سعيد ايوه ام سعيد ده تلاقيه واخد مرشحات جنسيه. عبد زيدو راح اجيب له من الصيدليه شربه. منين صيدليه؟ من صيدليه سيف. لا لا هشيله معايا. تعال تعال ولا انا ضربها تعمل فيها ايه؟ انت كده بتشتغلي صح يا نورهان. انا عم بعمل مثل ما بدك يا دكتور بس صراحه ماني فاهم شيء من هالقصه. مش مهم تفهمي، المهم ان انت تعملي اللي انا عايزه وتنفذيه بالظبط. برايك يعني عبد العزيز رح يجي بسهوله راكع؟ هيجي راكع وساجد كمان. ما تشغليش نفسك انت بالحكايه دي، المهم انه يفضل مطمن لك وحاسس ان ليه ظهر مقوي علينا. بصراحة أنا قلقانة شوي إنه بس يعرف عبد العزيز إنه كل هالمنيح اللي عم بعمله معه والإبداع اللي عم تنزل مش من قبله ومن قبلك يا دكتور. وإيه اللي هيخليه يعرف؟ إحنا عايزين يفضل على طول كده مش عارف وفاكر إن البضاعة كلها بتاعتك أنت يا نوران. بصراحة أنا كل ما أجي أفكر بهذا الموضوع ما بلاقي حل. وليه تفكري وتتابعي دماغك بالتفكير؟ أنا عايزك تشتغلي وبس. واحنا صغيرين كنا بنلعب لعبه سخيفه قوي، كنا نصطاد عصفور ونربطه من رجله وبعدين نسيبه يطير في الهواء ونرخيله الخيط، وبعد ما يطلع في السماء ويحس ان هو خلاص بيرفرف في السماء وانه فلت من ايدينا نقوم ساحبين الخيط تاني ونرجعه تاني في ايدينا. وحاجه من اتنين، يا اما يفضل عايش على امل انه هيرجع يطير تاني يا إما يموت وإحنا في نص اللعبة. بس شو قاسي هاللعبة؟ ما أنا علشان كده قلتلك إنها لعبة سخيفة. الله يسامحنا بقى على اللي عملناه في العصافير، إنما الضرورات تبيح المحظورات. شفت؟ شفت أنت بتقول إيه؟ يا ابني وأنا قلت إيه عشان تتفزع كده؟ ما أنا اللي في المواجهة والناس دي ما بترحمش. وبعدين آخرتنا إيه يعني؟ بقين نقولهم في وش الخلايق ولا طلقتين يعملوا صوت بس ما يموتوش. لا 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 ما تعودتش عليك جبان كده يا شعلان. اسمع بقى، انا هقول لك كلمتين تحطهم حلقه في ودانك ولو ما عجبوكش نفض لهم وارميهم من على ودانك. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. الناس دي هم اللي بيخربشونا ومش سايبيننا في حالنا ولا احنا اللي بنضايقهم؟ لا هم هم. وعكس القطة ايه؟ تخربشوا يا شقيق. تخربشوا بس. يبقى احنا كده بندافع عن نفسنا. ما تجيش انت بقى تعمل لي فيها ابو رعشة وكل شوية تهتني. ما احنا برضو مش عندنا حق ان احنا نورق السلاح بتاعهم. وانت ماسك عليهم الورق والناس دي لو عايزين يدفنوك كانوا دفنوك من بدري. مش بمزاجهم يا حبيبي. وبعدين هو البعيد اعمى؟ ما انت شايف الضرب تحت الحزام على ودنه واللي مقوينا ومخلينا معلمين عليهم هتتن السلاح وشوية الورق. في ايه يا شعلان؟ ايش حال ما كنت الزميل بورش وانا مهرشك على كل حاجه. طب انا عندي فكره. لا ما تقولش افكار. اسمعني بس يا عم. افكارك اسمعني بس هتعجبك. ارغي. ايه رايك نديهم السلاح ونقفش الفكه؟ نقفش ايه؟ الحلاوه. الحلاوه ايه يا شعلان؟ هو احنا رايحين بنتيجه ثانويه عامه؟ ده سلاح يعني ممكن يخلصوا علينا على ارضهم. يبقى مات الكلام. في ايه؟ طب والعمل ايه؟ اسيبهم لحد ما يموتوني؟ الدايره في اي حته يومين لحد ما الدنيا تهدى. يومين؟ على اساس بقى ان هم في اليومين دول هيفقدوا الذاكره وينسوني. يا عم قول كلام غير دوت. ما نديهم السلاح ونرتاح من شرهم. شعلان ما تاكلش دماغي، امشي ورا احساسي. خلاص انا عارف انك انت بتحك على قشين من صباحيه ربنا. خد يا شعلان. يا شعلان في ايه؟ في ايه مالك؟ فيه. ليه بتشوف الفلوس بتسوخ كده؟ في ايه مالك؟ لا خالص انا بس بشوف انت ايه ده؟ خد ايه دي؟ هتبهزر معايا. خد شبرق نفسك وان شاء الله ربنا هيعدلها وزي ما يرسي عليا هيرسي عليك.
بتشرب ايه؟ ايه؟ بتشرب ايه انت؟ ايه اللي في ايدك ده؟ ده ايه؟ سجاير. اه انت رجلي دماغك لفه معايا، بعيد لك الكلام مليون مره وانت مفيش. يبقى خف شويه يا شعلان، خف شويه. ما بصبش حاجه. خف شويه يا شعلان. عارفه يا ماجي، انا لو ما اتجوزتش سمعتي انا ممكن انتحر. وانت عارفه يا حبيبتي لو ما خلصتيش اللي في ايدك انا اللي هموتك. يا ستي بكلمك فيه وبتكلميني في ايه؟ بقول لك اتجوز اتجوز. شد حيلك الشفشف دي. وازاي تعملي ايه؟ انا عايزه افهم انت ايه اللي جايبك هنا دلوقتي؟ مالك انت ومال المطبخ؟ اتفضلي اطلعي بره. دي مالها دي؟ طب ما انا شغاله وقاعده لك اهو يا ندى. ادينا بنحاول نشوفك قدام. قدام مين يا ندى؟ قدام مين يا ندى؟ هيكون قدام مين يعني؟ قدام باباكي. حتى باباكي امور وحليوه. ده انا حتى عايزاكي تظبطيني معاه. كيوت قوي قمر انت. بقول لك ايه انت وهي، انت خليكي في شغلك وخلصي بسرعه، وانت يا حبيبتي اتفضلي اطلعي فوق غيري هدومك وجهزي نفسك. يلا يلا يلا. هو انت بقى كنت بتلمعي على ايه بالظبط؟ ده بدل ما ترجعيها لتامر. اصلا هي مش هترجع له، وبعدين بتسيبيها تحب وتتحب بدل ما هي قاعده لنا كده فوق زي امين الشرطه. هو انا يعني اللي مش عايزاها تحب؟ بس انت عارفه حنين مش حلم صدمات. صدمات ايه اكتر من اللي حصل لها؟ بعدين الواحده محتاجه راجل في حياتها تحبه ويحبها يعتمد عليه، وده اللي هيكمل معاها حياتها كلها مش باباها. يا سلام، ايه الفلسفه دي كلها؟ انت بقيتي فيلسوفه؟ قطعي البطاطس عشان ما اقطعك. طيب عم زيكو يا نجم. ما انا بلبس اهو بجهز دقايق واكون فوق راسك حبيبي يا عم زيكو. طيب يلا بقولك كلم الواد بكرو عشان يجي يحرس البضاعة كده ويأمنها عبال ما نرجع. ماشي يا حبيبي. خليك يا عم. يا عم زكريا ماشي. اتفضل اتفضل اتفضل. ساعد زمن وهنكون عندك. طب يلا يا فرح عشان خلاص انا موت من الجوع. برضه ما يرضنيش ان قمر زي في جوع بسببي. قول انت بس جزر. على فكره انت باين عليك بتاع كلام. ما انت واقف بقى في الشارع مقضيها كلام مع دي ومع دي. ما انت تاجر. وبيقولوا ان التجار نص شغلهم كلام. والله انت ظالمه. ظالمين التجار معاك. امال حضرتك تفسر لي بايه اللي انا شفته النهارده؟ سناء. لا سنة كانت طليقتي. جوازة كده خلصت حقها بحكي لك عليها بعدين. والتانية أم العيال؟ الله يدمك شربات. أنا ما عنديش غير ولد واحد عبد الرحيم. وأمه بنت عمي الله يرحمها بقى ماتت وهي بتولده. سوري يا عبد العزيز ما كنتش اعرف. لا عادي ما فيش حاجه.
ونورهان دي والله العظيم ما بيني وبينها حاجة غير شغل، بتنزل لي بضاعة، مفيش أي حاجة، هي طريقتها كده في السلام. يا ستي لو ما كانش عاجبك نورهان بلاها نورهان وبلاها شغلها. أنا يهمني الحياة العائلية والعاطفية، الحياة الخاصة، أصل أنا بيني وما بينك كده الوقت صعبان عليا، شايفه بيلعب لوحده رايح جاي، فعايز أخويه، نفسي يبقى عندي 7 عيال كده نططوا حواليا، أمهم تكون حلوة يعني بيضة شقرة كده شعرها أصفر وعيونها عسلي وبتشتغل في شركة محمول. ايه ده انت اصلا بتحكي لي حكايتك ليه؟ وانا مالي يا عم؟ ما تعمل اللي انت عايزه، حياتك انت حر فيها. امال سالت ليه من الاول؟ سكت ليه؟ عموما مش مهم، انا كده بقى فهمت. فهمت ايه بقى ان شاء الله؟ فهمت وخلاص، فهمت اللي عايز افهم. مش فاضيين، احنا ورانا عشاء، عندنا عشاء والراجل زمانه جاهز ومستني. طب خلاص يلا امشي روح، متاخرش اكتر من كده بقى. يلا هنكون عندكم حالا، مع السلامه. البنت دي محظوظه عشان بتحبني. بتعملي ايه؟ بس عليكي خضتيني، انت هنا من امتى؟ هو ايه اللي خضتيني؟ اتفضلي قولي لي كنت بتعملي ايه؟ مش هتطوقيني. مالكيش دعوه. ماشي يا ستي، المهم انا جاي اقول لك ان انا ماشيه خلاص. ماشيه ليه؟ ما تقعدي تعشي معانا. لا طبعا انا مش هقعد وابقى عزول، وعلى فكره انا خلصت لك كل حاجه تحت، ومسموح لك تقولي ان انت عملتي كل الاكل اللي تحت عشان يطمن يا ستي. ايه ده مين ده اللي يطمن يا هبله انت؟ هو طبعا عبد العزيز. بتنسي عبيطه، قومي امشي من هنا يلا. يا سلام، انت مكسوفه يعني تقولي ان انت معجبه بيه ولا انت فاكراني يعني ماجده؟ معجبه بمين يا متحلفه انت؟ امشي بدل ما اضربك في وشك بحاجه. يلا ماشي انا اصلا ماشيه. يلا باي باي، مع السلامه يا اخي.